شكرا سيد الرئيس استاذ بالخضير، ودائما السيد بالخضير ملي كيقدم لي كيعدد كاع واحد المسائل وكينسى واحد الحاجه هذه، وهذه انا كنعتبرها اهم حاجه في حياتي، وهو انه استاذ ديالي، انه استاذ ديال الطب. فانا تلميذ ديال الاستاذ بالخضير، واتشرف بالعمل مع العصبه اللي هي واحد يعني واحد الجهاز اللي نشيط جدا في سواء بالتوعيه او في التكفل بهذا المرض اللي الان اصبح ارقام راكم شفتوا سواء بالامس او اليوم، يعني ارقام مهوله باش ما نعاودش نكرر هذا الامر. تقدم بالشكر لجامعه ابن طفيل والقائمين عليها لاستضافتهم لهذا النشاط وهو اليوم العالمي لمحاربه داء السكري، وتقدم بالشكر ايضا لجميع الحضور ولزميله دكتوره مازي اللي بحقها حتى هي كتقوم بواحد الدور فعال في مجال محاربة داء السكري ومجالات أخرى. بحق هذا الموضوع اللي تعطى لي أنا عارف بأنه لقد أخذ منكم العياء وحتى الجوع، يعني حتى النسبة ديال السكر راه هبطت بزاف، فغنحاول إن شاء الله نكون خفيف نزول عند طلب السيد الرئيس أستاذ بالخضير. فبحق يعني هذا المشكل دابا ديال الحقوق وديال الواجبات، يعني بجميع المجالات خصنا ناخذوه في السياق ديالو، لان المجتمع الان اصبح يتحول واصبح المجتمع عنده ثقافه ديال الحقوق والوعي ديال المواطن بالحقوق ديالو وبحقوق يعني حقوق الانسان، ولكن خاصه حقوق المريض وحقوق المريض اللي كيكون عنده مرض السكري. هناك تحول ايضا بالنسبه للطب، لا في المسائل المعرفيه والعلميه كذلك التكنولوجيا. هذه الايام اللي كان فيها التكوين المستمر سواء الاطباء او الممرضين، فكانت مناسبه انه كتعرض واحد المجموعه من المعارف العلميه وكذلك من التكنولوجيات اللي تطرقوا لها بعض المتدخلين اللي كنشكرهم على التدخل تاعهم اللي كان علمي ودقيق جدا، ولكن الوقت ما اتسعش باش انهم يطرحوا مثلا غير كيفاش يمكن نديروا لا بريفونسيون. مثلا الاخت اللي كانت طرقت قبل مني هذيك يعني الجراحه ديال لانو ولا الجراحه الان اللي حتى زرع الخلايا ديال البنكرياس ولات كتزرع الان، يعني هذا من بين الامال اللي كتطرح الان لمعالجه مرض السكري نهائيا، ولكن مازال عاد في المجالات يعني التجريبيه. فهذا يعني معطى. ايضا هناك تحول بالنسبه للمعلومه والطريقه لتلقي المعلومه. الان هاد الوسائط اللي كاين الان ديال جوجل وديال الواتساب وديال تويتر وديال، فكنلقاو يعني الملايين. هذا تقريبا واحد 6 شهور كان عندي واحد المعلومه بان الواتساب كي يعني لي ميساج اللي كيدوزوا في الواتساب 80 مليار ميساج في اليوم الواحد، واكيد بان هذا العدد هذا غادي يكون يعني تجاوز الان المشكل شنو هو في هذيك المعلومه، هذيك مدى علميتها، مدى مصداقيتها. لان ملي كنمشيو للانترنت نيمبورت كي يكري نيمبورت كوا ويقول لك اودي صافي راه حنا لقينا العلاج السكري وراه الان مثلا نديرو كذا وكذا وكذا وراه تعطات نتائج ودرنا تجارب. راه باش دير تجارب سهله، باش دير تجارب التجارب العلميه عندها واحد يعني واحد القواعد وكدوم سنوات. انا باش نعطيكم غير مثلا دواء واحد باش يمكن يخرج تقريبا 12 سنه من التجربه في المختبر حتى الخروج ديالو له، وعلى 5000 دواء 1.1 اللي كيوصل للسوق، لان كل مره كيلقاو شي مشكل في واحد الدواء وكيطيح كيطيح كيطيح 5000 كيوصل واحد اللي كيوصل للسوق. فاللي يجي كيقول لك حنا درنا التسجيل في هذا المشكل. اذا المشكل في هذه القضيه نتاع تداول المعلومه خص الانسان ياخذها بحذر شديد، ماشي يقول لك اودي راه قالوها في الانترنت، شكون اللي قالها؟ لان هانتم الاساتذه ديالنا اللي كيقول لك كيجيب لك المرجع ديالو من كاين والمسائل وكيعطيوك لي كورب وكيعطيوك سميتو باش هذيك المعلومه تكون دقيقه. كل شيء هذه المسائل هذه اللي تكلمت عليها كتنعكس على العلاقه ما بين الطبيب والمريض. لان المريض الان في الغالب اصبح يدخل الانترنت قبل ما يجي عند المريض وكيقول له ودي لا راني مشيت وراني لقيت عندي شويه ديال السكر زايد وناقص. فالطبيب خاص المعلومات تاعو تكون محينه، يكون ضابط هذاك المجال اللي كيكون يشتغل فيه، خاصه المرض السكري اللي ما معاش اللعب طبعا، حتى الامراض الاخرى بحال. فبالتالي خصو يكون هو عنده اخر ما وصل له يعني المسائل العلميه. خاص دائما هذا الشيء تاع تكون مستمر، ومشكورين الاستاذ بالخضير والاستاذه
بالعدل اللي كانت ابن عابد اللي شرفوه على هذا الشيء تاع التكوين المستمر. فالطبيب والممرض خصهم دائما، والا راه المريض غيمشي يجيب لك شي معلومه ربما تكون دقيقه، الا ما كانتش عند الطبيب فكاين ديك الثقه تهتز عند المريض. واهم شيء في العلاقه ما بين الطبيب والمريض هو الثقه، وبالتالي يعني ملي كيجيب هذيك المعلومات فيمكن الطبيب يدققها معاه ويقول له ودي هذاك الشيء كاين ولا هذاك الشيء ما كاينش. لان العلاقه هذه نتاع الطبيب مع المريض اختلفت، ماشي غير في المغرب ولكن حتى في الدول المتقدمه كانت علاقه ابويه، بمعنى ان انت ملي كتجي عند المريض الطبيب كيعرف لانه قرا سنوات 7 سنين 8 سنين باش خدا الدكتوراه و5 سنين باش خدا الاختصاص، وعنده 15 عام و20 وحتى 40 عام كما استاذ بالخضير ديال التجربه، وبالتالي كاين الفرق لانه هو عنده المعلومه، المريض ما عندوش المعلومه. اذا باش يمكن هذاك الاختلال في العلاقه ما بين الطبيب والمريض، المريض خصنا نعطيوه المعلومه، وشكون اللي خصو يعطيها له؟ خصو يعطيها للطبيب، لانها معلومه موثوقه علميه وفيها تجربه كيعطيه باش يمكن يناقش معاه. لان هذه العلاقه هذه اللي كانت في الاول اللي كيحكمها هو الاخلاقيات. اخلاقيات عندها 4 ديال المحاور، ما يتسعش الوقت باش نديروها، وهو الاستقلاليه، ان المريض كيجي هو حر انه ياخذ القرار اللي بغى، تقول له يقول لك ادي واش ندير هاد الدواء ولا ما نديروش، واخا يقدر يعرض راسو لبعض المخاطر الا قال لك لا، فهو عنده الاستقلاليه في الاخر. ثم كاين المساله اخرى هذه كتسمى لوتونومي، وكاين المحور الثاني كتسمى لا بيان فيزونس الاحسان، ثوازيام بيليي كتسمى لا نورمال فيزونس، بمعنى ما خاصكش خاصه جميع الادويه ولا التدخلات الطبيه الا عندها واحد الاعراض جانبيه، خاصه ديك الاعراض الجانبيه ما تكونش كبيره بزاف باش ما تاثرش على الـ على الـ على المريض وتعطيه. والاخير وهو العداله، اخر عرض اللي درت ديال الكنوبس لاحظتوا بان بالنسبه للمؤمنين اللي كاينين في الصندوق تاع الكنوبس وحتى للسينيسس بحال وحتى بالنسبه للماليه ديال الدوله، راه المؤمنين هاد المؤمنين اللي عندهم الامراض المزمنه خاصه السكري ما كيتجاوزوش 2% بالنسبه للامراض المزمنه، ولكن راك شفتوا هذوك لي كورب كيستهلكوا من الماليه ديال الصندوق 50%. واحد كيقول لك انا سيدي انا ما عنديش السكري، ولكن انتم في هاد الكنوبس دايرين واحد السله ديال العلاجات، وهذيك السله محدوده في 43 مرض، انا عندي المرض 44 وكنخلص لاكنوبس وما داخلاش. كيقول لك علاش تعطي ديك النص ديال سميتو كتعطيه للديابيتيك وما تعطيهوليش لي انا وسع السله ديال العلاجات وما انا ما عندي ما ندير انا بهذاك. وبالتالي ملي كنقولوا لا جوستيس، ملي كنقولوا العداله، بعض الاحيان الطبيب كيكون في واحد الموقف يعني ما لا يحسد عليه. إذا كنت في المستشفى او الاستاذ بالخضر كان مدير ديال بنو سينا، كيعطيه واحد البيدجي وكيجيوك مرضى اللي خاصو الفالف كاردياك واللي خاصو لي ريسبيراتور واللي خاصو الريزونانس مانيتيك، وهذا عنده كلفه، كتجي كتقول له ما عنديش، واحد اخر راك تعطيه باش سميتو. اذا ملي كنقولوا واحد عندك لوتونومي اختار اللي بغيتي في الادويه وهو عنده الميتويال ولا عنده الكنوبس يمشي ياخذ لك اغلى ما كاين، وواحد اخر ما تلقاش. اذا نتايا اللي خصك دير ديك هذاك الموازنه، بعض الاحيان كتلقى راسك في واحد الموقف حرج. اذا العلاقه اللي باش نرجع باختصار، العلاقه كنحكموها غير هاد 4 ديال لي برينسيپ، وهو ان الطبيب كيدخل بالمعارف ديالو وبانه يحسن الى هذاك المريض وما يضروش. اليوم هاد العلاقه تحولت واصبح المريض شريك، والعلاقه ولات واحد العلاقه ديال الشراكه وديال المسؤوليه المقتسمه، لانه ملي غادي تاخذ القرار خاصو يكون شريك معك في القرار، وعلاقه ديال هذاك القرار متداول، بمعنى كنجي ونتناقش انا وياك وخاص نخرجوا بواحد القرار مشترك، والطبيب مجبر انه يعطيك كما قلت هذيك المعلومه اللي خاصها تكون علميه، يعني اخر ما وصل له العلم، وتكون عندها الصدقيه وتكون بسيطه. لان في الغالب سمحوا لي راه حتى الاطباء الزملاء ديالي، حنا في الغالب ملي كيجي عندنا المريض اولا كنتكلموا بالفرنسيه، ثانيا كنتكلموا بداك لو جارغون ديالنا ديال الميديسين، وفي الغالب ديال الاحيان يعني واخا ربما الواحد يكون قاري شي شويه، ما كان قاري ما كيفهم لك والو، وانت صافي كتبدا تهضر لانه شي مره ما كنردوش البال. فلا
المريض خاصني نهضر معاه باللغه التي يفهمها، بما في ذلك الا كان مثلا اللغه الامازيغيه والطبيب ماشي امازيغي خصو يجيب اللي يفسر لهذاك المريض يقول له شنو باش ديك المعلومه توصل والقرار يكون قرار مشترك. هذا هو اللي مشى فيه يعني التوجه العالمي، والمغرب ما يمكنش غادي يكون واحد يعني واحد الاستثناء به. هذا يعني كان غير كمدخل في العلاقه ما بين الطبيب والمريض، ولكن الاساس انهم اللي كنتكلموا على الحقوق والواجبات. انا ساركز خاصه على الحقوق، لان الواجبات يعني تقريبا هذوك المداخلات كلهم اللي كانوا في اطار الواجبات، يعني شنو خصو ياكل شنو ما خصوش ياكل والتوقيت الى اخره، فهذوك من الواجبات ديال المريض باش ما يوقعلوش مشاكل، يطيح له السكر ولا يطلع ولا يكون عنده لاسيتون اللي يمكن يعرضه للاخر. بالنسبه للحقوق، هناك حقوق نوعان، هناك الحقوق الغير طبيه وهناك الحقوق الطبيه. انا ساتطرق في الاول الى الحقوق الغير طبيه، وهو مثلا الحق كنتكلموا مثلا غير بالنسبه للمغرب، الدستور كيضمن تقريبا 7 ديال الحقوق ديال الصحه، ثم كاين قوانين اخرى اللي حتى هي كتضبط، كاين القانون ديال ممارسه المهنه الطب 131/13، كاين القانون ديال التغطيه الصحيه 65/00 كان طرقت الاخت ديال لاكنوبس، كاين القانون 34/09 ديال الخريطه الصحيه اللي خصها توفر يعني البنايات المؤسسات، خصها توفر التجهيزات، خصها توفر الموارد البشريه، ولكن الى وفرنا كل شيء هذه المسائل خاص التغطيه الصحيه. الان نحاولوا يعني احنا تقريبا واصلين شي 64% ما بين لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار كنوب سي ان اس اس والراميد، والان ان شاء الله غادي تنطلق بالنسبه للمستقلين باش نوصلوا ل 90% للساكنه، وايضا حتى بالنسبه للسله خصها توسع. اذا هادو حقوق اللي يمكن لجميع المرضى، ولكن خاصه بالنسبه للمريض ديال السكري طرقت الاستاذه ديال لاكنوبس وقالت باللي بالنسبه للمريض ديال السكري يعتبر من الامراض المزمنه، وبالتالي يعفى من التيكي مودراتور. شنو هو التيكي مودراتور؟ ملي مثلا ناخذوا سيزاريان، مراه مشات حامله غادي دير سيزاريان، عندها لاميتويال ولا عندها سينيسيس، ملي كتجي لا كلينيك 8000 درهم، يا يعني اما تخلص 8000 درهم اذا ما كانش عندها، الا كان عندها لاكنوبس كتاخذ من عندها 7000 عليها 7200 درهم كتخلصها لاكنوبس، هي كتخلص 800 درهم. هذيك 800 درهم اللي كتخلصها هو التيكي مودراتور. وبالتالي اذا كان واحد مصنف بانه عنده مرض مزمن فهو معفى من ديك 800 درهم، فهذا هو لو تيكي مودراتور. الا اذا من الحقوق اللي عند الديابيتيك اللي عنده السكري على هاد الصناديق ديال التامين الصحي انه يعفى من لا. بالنسبه للعمل، العمل اللي كيكون عنده مرض السكري ماشي مضطر انهم اللي كيتلقى في ديك المقابله باش غادي واش يدخلوه يخدم ولا ما يدخلوش يخدم، ويبقاو يسولوه على حياته سميتك شحال عندك من سنه الى اخره، هو ماشي مضطر باش يقول له انا عندي السكري لهذاك رب العمل اللي غادي يشغله، ولكن هو مضطر انه يقولوا لطبيب الشغل، وطبيب الشغل ملزم بالسر المهني باش ما يقولوش لرب العمل واخا هو راه خدام معاه. علاش؟ لان طبيب الشغل خاصو يشوف له شنو هو لو بوست اللي غادي يبغى لوكوبي باش ما يكونش دونجورو عليه وعلى الاخر. لان مثلا واحد البوست ديالو خدام مثلا في التران، وهو اللي كيدير المحولات ديال الطريق، وهو ديابيتي كنسيرو نو ديبوندون، واش يمكن نخليوه مثلا في واحد شي خلا هو اللي كيدير التوجيهات ويمكن يطيح له السكر ويطيح بالكوما ويمشي داك التران به باللي فيه. انا اعطيكم مثال، هذا الشيء راه وقع في فرنسا، واحد كان مريض وكان عنده اون ديبرسيون بروفوند، وهو طيار راه كان خدا واحد الطياره ديال فرنسا ومشى فيها مع جبال الألب، ودخل تقريبا شي 200 واحد اللي في ديك الطائره، هو بان له في مخه انه ينتحر، ولكن ينتحر بالطائره. اذا هنايا المسؤوليه على طبيب الشغل اللي كان متبعو وين با سينيالي بان هذا السيد اي دونجورو بوغ لوي ميم اي بوغ لي زوطر. وبالتالي هذا هو الدور ديال الطبيب ديال الشغل، انهم خاصو يادابتي هذاك الاخر. كاين بعض الاعمال اللي ممنوعه على الديابيتيك، واحد مثلا حامل السلاح اللي مثلا لارمي ولا البوليس ولا الاخر اللي كيكون وليزاج ديال السلاح، ويمكن يكون في ان بوست ولا شي حاجه، وهذا كياثر على الامن، ولا متى كيكون في لا مارين ولا كيكون مثلا في لافياسيون
ولا في شي دي ميتيي اللي كيكونوا المهم اللي ممنوعين هما هادو، ولكن كاين دي ميتيي اللي كتطلب الدقه وخاصو يشوف مزيان وكاين تاثير على السكر، فهادو الي دي كونسيي ماشي ممنوعين عليه، ولكن الي دي كونسيي باش يديروا. اذا هذه بعض الامور اللي كتدخل في الحقوق ديال المريض، وهو انه ما يديكلاريش، ولكن خصو يديكلاري. فيما يتعلق بالحقوق الطبيه، انا تطرقت بانه خاص يكون عنده التغطية الصحية، هذا حق لأنه مذكور في الفصل 31 ديال الدستور، فخاص جميع المغاربة بما في ذلك، وخاصة إذا كان عندهم أمراض مزمنة، فهذا خاص بالضرورة يعني يكون عنده هذا الحق. بالنسبة يعني الواجبات، الواجبات هو الحق اللي هادو تقريبا التدخلات اللي كانوا قبل مني وذكروا، خاصو يكون عارف يعني هذاك الشيء اللي خاصو ياكل، خاصو يكون عارفه وداك الشيء بدقه مع لي ديتيسيان ومع الطبيب ديالو، خاصو يكون عارف هذاك لاكتيفيتي فيزيك والاهميه ديالها. ثم بالنسبه لهذوك المسائل اللي كيدير بها لوتو كونترول، يعني لا غليسيمي ديالو ولا سيتون، وكيفاش خاصو يكون عارف حتى لي ميديكامون ديالو الاسماء ديالهم والانسولين واي انسولين، واش غابيد ولا ماشي غابيد، لانهم لما تلقى واحد ديزيكيليبر تيستا لقى مثلا ليبوغليسيمي ولا لا غليسيمي طالعه، واش خاصو يدير الانسولين ولا خاصو ياكل السكر، ولا لقى لاسيتون واش من انسولين لو تيب اللي خاصو يلاخر. هذا انا غادي نختصر عليكم، يعني اكتفي بهذه النقاط. شكرا سي الخضير، شكرا للحضور الكريم.